مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. حاول طالب بجامعة الأخوين بإفران يدير مطعما للأكلات الخفيفة بالمدينة الانتحار بتناول كمية مهمة من الأدوية بشكل مباشر على الهواء أثناء بثه فيديو بشكل مباشر على صفحته في موقع الفيسبوك قبل تدخل عائلته ونقله إلى مستشفى الحسن الثاني بفاس حيث ما زال يرقد ويتلقى العلاج. وتناول الطالب الذي أسس بشراكة مع شباب من فاس مطعما كمية من الدواء قبل أن يتهاوى بشكل نقله مباشرة احتجاجا على ما يسميه التضييق عليه ومحاربته في مصدر عيشه بعدما عمد لفتح المطعم لمساعدة نفسه على تدبر تكاليف دراسته الباهظة بالجامعة متهما جهاتا بمحاربته. محاولة الطالب الانتحار جاءت بعدما أغلقت السلطات مطعمه قبل 3 أشهر بداعي عدم احترام شروط السلامة الصحية بعدما أفرج عنه من طرف النيابة العامة بعد 2 من ضبطه بين مدينتي أزرو وإفران في طريق عودته من أزرو بصدد نقل كمية من الدجاج على متن سيارته. وطرق المعني أبواب المسؤولين واستنجد بجهات مختلفة دون جدوى قبل أن يقدم على محاولة الانتحار التي خلفت ردود فعل متفاوتة بل تدخلت جهات حقوقية مؤازرة له بينها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأزرو التي شكلت لجنة للبحث في صحة ما أورده المعني من اتهامات للمسؤولين. اليوم وبعد مرور أكثر من 80 يوما على توقف المداخيل أفلس مشروعي إثر تراكم الديون وعدم تمكني من احترام مواعيد وتقديم